وينضم إلينا الأستاذ أحمد الشبلي الناشط الإعلامي من الحدود السورية. يعني أحمد مرحبا بك، قوافل النازحين الهاربين من نار الحرب إلى أين تتجه وما مصيرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخي، هذا الفيديو الذي عرضته قناة دار الإيمان قبل دقيقة، طبعا هذا الفيديو لمدينة الطبقة، هذا الفيديو من الجهة الجنوبية لمدينة الطبقة بالقرب من سوق الجمعة سابقا، كل أهل الطبقة يعرفون المنطقة، قريب على جامع الرحمة. طبعا يقدر العدد الذي خرج من المنطقة يقدر من 2000 إلى 3000 شخص خرجوا إلى جهة مفرق مدينة الطبقة، ولاحظنا صور نشرت على المواقع التواصل لنازحين هم موجودين على مفرق مدينة الطبقة. نعم، يعني هل تهجير النازحين يتم على خلفية عرقية أو عنصرية أم أنه نزوح هربا من نار الحرب والقصف؟ أخي، بالنسبة لأمور النزوح، المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية فأهلها ينزحون بسبب القصف وغيرها. طبعا خروج الناس خروج كيفي تقريبا، لأن منطقة معارك، فخرجت الناس إلى جهة المفرق إلى مكان أأمن من داخل المدينة. داخل المدينة يوجد قصف ويوجد مدفعية تقصف، فخرج الناس إلى منطقة مفرق الطبقة خوفا لحياتهم، أول نقطة. ثانيا، جهة مفرق مدينة الطبقة هي منطقة آمنة. طبعا مدينة الطبقة للتوضيح تقريبا سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية تقريبا 40% من منطقة، من بداية من دوار العجراوي إلى دوار الكنيسة، يعني 40% من مدينة الطبقة تقريبا. الآن يوجد معارك في داخل المدينة، طبعا التواصل قليل جدا، لا نعرف ماذا يحصل داخل المدينة، التواصل قليل جدا بسبب قصف البريد من قبل قوات التحالف الدولي قبل أيام. نعم. ولكن يوجد داخل المدينة، أخير التوضيح، يوجد داخل المدينة يعني عدد كبير من الذين بقوا داخل مدينة الطبقة إلى هذه اللحظة، لم يخرجوا من داخل المدينة المحاصرة. نعم، ما هي أخبار سد الفرات والمعارك المحيطة حوله؟ بالنسبة لأمور سد الفرات، أمور سد الفرات الآن لا يوجد حولها معارك. المعارك جرت على جسم سد الفرات قبل خمسة أيام تقريبا، والآن بالنسبة لأمور سد الفرات لا توجد أي معارك داخل جسم سد الفرات. نعم، أحمد الشبلي الناشط الإعلامي من الحدود السورية، شكرا جزيلا لك.